إذن تحية للجميع المتابعين ومتابعات ديال الندوة ديال اليوم اللي هي معنونة بأوضاع النساء بين أزمات نظام الرأسمالي المعولم وعنف المجتمع الباتريركي، واللي كتنظمها جمعية أرطاك المغرب أكيد في السياق ديال ذكرى 20 سنة لتأسيس الجمعية، وكذلك ذكرى اليوم العالمي للمرأة. الوغ كما كنعرفوا بان الاستغلال والاستعباد ديال النساء ماشي هو وليد ديال اللحظه، وانما كنهضروا على واحد الاستغلال بادي مع بدايه المجتمع الراسمالي، وكذلك واحد الاستغلال الذي يطال جميع الاصعده، سواء المنزل سواء المعمل سواء المزرعه سواء المصنع، بمعنى جميع الاصعده. أزمات النظام الرأسمالي بينها الحروب خلت لنا النساء في أرقام أو لأعطتنا أرقام كبيرة ديال النساء ضحايا الفقر، الجوع، الأمية والأزمات الصحية. أكيد باعتبار أن النساء هن أول ضحايا ديال هاد الإشكالات من فقر وجوع وأزمات صحية وأزمات اقتصادية واجتماعية، كانوا كذلك هما في المقدمة ديال النضالات الرافضة للاضطهاد بجميع الأشكال ديالو. تطور ديال النظام الرأسمالي ما كانش كينقص لينا، وإنما كان كيزيد يأزم الوضعية ديال النساء. حديثا في النقاش ديال الأزمة الوبائية، بمعنى ما كانش واحد ما جاتش حاجة جديدة، وإنما زاد زومات لينا على هذاك العنف المؤسس على النوع، على الفقر، على الوضع الصحي المزري، زاد بنت الفضاعة ديال هذا الوضع ديال النساء في ظل هذه الأزمة الوبائية. طبعا ملي كنتكلموا على الإشكالات ديال النساء كنهضروا كذلك على الولدان الفقيرة، بمعنى بالإضافة لهذا الشيء كامل كاين ما يسمى بالعنصرية، اللي هي ماشي فقط مؤسسة على النوع الاجتماعي، وإنما كذلك على العرق. كما قلت باعتبار بأن النساء هن الأولى ديال الضحايا ديال هاد التناقضات ديال النظام الرأسمالي وهاد الأزمات ديالو، هن كذلك كان في بداية ديال النضالات، لا سواء البيئة أو الصحة أو التعليم أو الشغل أو الحق ديال ولوج المياه صالحة للشرب أو للدفاع عن الأرض، أو كذلك نضالهم ونشاطهم في شبكات التضامن مع ضحايا الاعتقال السياسي والاختطاف. ألوغ في هاد الندوة ديالنا اليوم غادي نحاولوا أننا واللي هي معنونة بأوضاع النساء بين أزمات النظام الرأسمالي المعولم وعنف المجتمع الباتريركي، غادي نحاولوا أننا نهضروا على مجموعة ديال المحاور، غنحاولوا أننا نناقشوا مجموعة ديال المحاور كلها كتهضر على الحفز، أو كلها كتحاول أنها تحفز واحد الفكر نقدي نسائي المعادي النظام ديال الاستغلال الرأسمالي في شكل العنصري والاستعماري المتطرف، وكذلك في نظام السيطرة الأبوي أو الذكوري كما اعتدنا أن نسميه، وكذلك علاش لا البحث عن أشكال التنسيق والتضامن الممكنة انطلاقا من مجموعة ديال التجارب اللي هي عملية النساء منخرطات جمعيات وفي شبكات في ديناميات نضالية معينة واللي غادي يكونوا معنا. أولى المداخلات غادي تكون مع خديجة معراس، رفيقة خديجة معراس، واللي هي عضوة ديال اللجنة النسائية ديال أرطاك المغرب. وغيكون المحور الرأسمالية ونظام الباتريركي نظامان في مواجهة تحرر النساء، والسقف الزمني لكل مداخلة غادي يكون 10 دقائق. وتقدر رفيقة خديجة تفضل. شكرا جيهان، مساء الخير جميعا. بداية كل التضامن مع جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي، ومن بينهم عمر راضي باعتباره صحفي ومناضل بأرطاك المغرب، بحيث فإن كنا ندين تشليع أجساد النساء وتنميطها فأيضا نحن
ندين وبشدة سييس أجساد النساء واعتبارها أداة لتصفية حسابات سياسية محضة. أيضا كل التضامن مع المناضلات في المسيرة العالمية للنساء اللواتي أطلقن مبادرات لإضراب النسوي عالمي، ومع مختلف النسويات المناهضات للأنظمة الرأسمالية والأبوية والعنصرية. أيضا كل التضامن مع النساء المتابعات قضائيا بسبب دفاعهن عن قضايا اجتماعية، لا سواء أمميا أو محليا. وهنا أذكر خصوصا أستاذة هي أستاذة سهام المكريني التي ستجرى غدا 8 مارس، يعني للأسف المتزامن مع اليوم العالمي للنساء. هي أستاذة مناضلة تحت لواء التنسيقية الوطنية المفروض عليهن التعاقد. أما فيما يخص نقاش اليوم ولطرحه، لابد أساسا يعني الرجوع إلى العلاقة البنيوية بين النظامين، النظام الأبوي والرأسمالي، بحيث أن منذ السبعينيات ومنتصف الثمانينيات كانت هذه المسألة ديال العلاقة بين الأبوية والرأسمالية موضوع نقاش خصوصا لدى المنظرات والناشطات النسويات باختلافهن وبتعدد تياراتهن، يعني لا سواء النسوية الماركسية أو النسوية المادية الاشتراكية الماركسية أو النسوية عفوا الأفرو أمريكية أو النسوية المادية المثلية وغيرها من التيارات النسائية والنسوية اللواتي طرحن هذا النقاش. ودارت الأسئلة الأساسية حول محورين، هل أو سؤالين: هل النظام الأبوي هل هو نظام مستقل عن الرأسمالية؟ وهل يصح استخدام مصطلح الأبوية للإشارة إلى الاستغلال وعدم المساواة؟ انطلاقا من هذين السؤالين، أيضا نحن أيضا نرجع تاريخيا إلى مسألة استغلال النساء الذي لم يكن بالصدفة، فهو يعني ظهوره تزامن مع ظهور مجموعة مع بداية المجتمعات القديمة، خصوصا أن هذه السيرورة التاريخية لتطور المجتمع البشري والدخول من مرحلة، يعني خصوصا مرحلة المجتمعات الإقطاعية وبعدها إلى تطور المانيفاكتورات، وهنا ظهور الهيمنة عن طريق الملكية الخاصة، بحيث أن في هذه الفترة أصبحت النساء ضمن الأملاك الخاصة، وبالتالي هن فقدنا مكانتهن، خصوصا هنا نعطي مثالا في المجتمعات البدائية أو المعروفة بمجموعة الصيد. الصيد كان فيها الإنتاج يتم بشكل جماعي، إلا أن هذا التقدم ديال الرأسمالية أدى إلى تغيير عميق في الأدوار خصوصا داخل الأسرة وفي المجتمع، يعني الأمر الذي شجعته الرأسمالية خصوصا في بعد الحروب ونتيجة للنقص الهائل لليد العاملة، شجعت خروج النساء ليس يعني بهدف تحررهن، بل لأنهن يعتبرن يد عاملة رخيصة، يعني هنا مسألة تفاوتات في الأجور. أيضا هذه الفترة تزامنت مع انتشار العديد من الخطابات والصور النمطية عن النساء التي أرستها الرأسمالية والملكية الخاصة كأسس أساسية للهيمنة الذكورية كما نعرفها اليوم. هذا من جهة. من جهة أخرى، لابد يعني أن نطرح نقاش حول لماذا الرأسمالية لاصقة بالأسرة كمؤسسة أبوية. نطرح هذا النقاش لأن الأسرة تلعب دورا رئيسيا في إعادة إنتاج التقسيمات على المستوى الطبقي وأيضا على المستوى الجنسي. غالبا ما تكون علاقات الهيمنة مصحوبة بخطابات تهدف إلى شرعنة هذه اللامساواة بمعطيات يقال عنها أنها طبيعية، بحيث هنا يكون تأثير هذا الخطاب يعني له تأثير لكي يتم قبول هذه الأشكال التمييزية واعتبارها مصير لا مفر منه، وهو ما تحرص عليه يعني الأسرة خصوصا من خلال الموروث الثقافي الأبوي وأيضا التربية على أساس تمييزي بين الجنسين. أيضا الأسرة تعتبر يعني الأسرة بمفهومها التقليدي والأبوي تعتبر منظمة لسوق العمل خصوصا في أوقات التوسع الاقتصادي، بحيث أن كما قلت سابقا أن هذا الرأسمالي عندما يعني يكون هناك خصاص فهي تدعو وبشدة للنساء لكي يخرجن للعمل وإخضاعهن بالتالي لمنطق السوق.
أيضا هناك نقاش آخر اللي هو أيضا أساسي الذي يعبر عن مدى أن هذه الأسر هي تخدم النظام الرأسمالي كشكل من أشكال الأنظمة الأبيسية، بحيث أنه هو العمل المنزلي، بحيث أن هذه الأعمال المنزلية يعني تعطى للنساء، وهي أعمال معزولة اجتماعيا، معزولة عن الاعتراف، دائرة الإنتاج، مجانية بدون أجر، ولكنها ضرورية وجدا ضرورية للحياة ولإعادة الإنتاج، الظروف الاجتماعية بما فيها التنظيف ورعاية الأطفال ومواكبة واجباتهم الدراسية وتوفير جميع أنواع الرعاية في هذه المؤسسة، فهي في النهاية ضرورية لخدمة الرأسمالية. بالتالي فإن هذا التقليل من قيمة هذا العمل، عمل النساء، هو شبيه مثله مثل ما عرف أثناء التوسع الاستعماري ونهب الموارد الطبيعية، يعني خصوصا وفترة العبودية كشرط للتوسع الرأسمالية. لذا هنا فالرأسمالية كنظام سياسي واقتصادي والنظام الأبوي كنظام اجتماعي وثقافي لا ينفصلان. الأول يؤسس للعلاقات الاجتماعية التي تسهل استغلال النساء، والثاني يقدم المبررات الشرعية لاستمرارية كلاهما. هذا من جهة. من جهة أخرى يضفي هذا التراكم الرأسمالي الطابع الرسمي على الفصل بين ما يسمى بالعمل الإنتاجي المرئي المحتسب في دائرة الاقتصاد، والعمل الإنجابي وعمل إعادة الإنتاج المتسم بالاختفائية أو اللامرئية الذي تحجبه الحسابات الرأسمالية، بحيث أن الرأسمالية في شكلها الحالي هي أبوية بنيوية، لأنها تحتاج إلى إخضاع النساء من خلال خلال تضخيص تضخيص أعمالهن. أعمالهن، التقييد والسيطرة على أجسادهن، كما هو الحال حين تعتمد على التوسع الرأسمالي بتدميرها للطبيعة، التنوع البيولوجي، والتجارة بالبشر، وأيضا العنصرية. هذا كله من أجل تحقيق الأرباح. مستوى آخر الذي أريد أن أتطرق له في هذه المداخلة هو التحالف الرأسمالية والأبوية ضد النساء وضد أي شكل من الاحتجاج، بحيث أن الدولة يعني تمارس العنف الجنسي ضد النساء كمنهج للسلطة في التعامل مع النساء المتواجدات في أي احتجاج لتحقيق السيطرة من خلال تدمير هذه الإرادة ديال التغيير، وأيضا إرهاب الأخريات من مواجهة نفس المصير. وتعددت أشكال العنف الجنسي الموجه ضد النساء في المواجهات السياسية. هنا سأقف عند مثالين فقط، يعني على سبيل المثال ولا الحصر، سأتطرق إلى النساء إفني، يعني انتفاضة 2008 في المغرب، تصدت لها الدولة بأجهزتها البوليسية بكل عنف وتنكيل، ففي الوقت يعني احتدام هذه الاحتجاجات والتجاء الرجال خصوصا إلى الجبال، استمرت النساء يعني تنظيم مظاهرات ومن أجل إطلاق، خصوصا أن كانت هناك حملات كبيرة للاعتقال، وأيضا لتحقيق مطالبهم الاجتماعية، في الوقت الذي تم الرد عليهن بحملات من التهديد والتعنيف والتحرشات الجنسية باقتحام المنازل وأشكال قهرية دونتها شهادات النساء في إفني، بحيث يعني يظهر هنا أن تعنيف النساء هنا كطريقة واعية من طرف الدولة بهدف ترهيبهن، وأيضا كشكل لتصفية الحسابات السياسية بالسيطرة على أجساد النساء. أيضا تكررت هذه الحوادث بنفس الطريقة وأصبحت أكثر بشاعة. هنا سأتطرق إلى مثال أو إلى كارثة مصر خصوصا في اعتصام التحرير سنة 2011، بحيث أنه تم فض اعتصام التحرير، يعني ميدان التحرير، وما حدث في أعقابه من اعتقال للناشطات وإجراء كشوف للعذرية لهن. الهدف الذي كانت يعني ترمي له خصوصا النظام العسكري في مصر هو عودة النساء للمنازل وجعل ثمن المشاركة في المجال العام باهظا، بحيث أن هذه الكشوف ديال العذرية من أسوأ التجارب التي عاشتها النساء خصوصا المعتصمات في ميدان التحرير، بل يحمل رسالة إرهاب للنساء مفادها أن نشاطهن الجنسي مراقب من سلطة الدولة.
بحيث أيضا نحن نسمع هذا النوع من الكلمات بعض الأحيان، أن لا تذهبي إلى المظاهرة ولا شكل من أشكال الاحتجاج، إنك امرأة، نحن نخاف عليك، يعني ذاك المنطق، منطق الخوف والوصاية الذكورية التي هي منتشرة في مجتمعاتنا خصوصا الشرقية والمغاربية بصفة عامة، بحيث أن هذا الانطباع في السلوك هو يشكل، يعني يبين أن هناك تفوق لجنس على آخر. هذا التفوق مبني خصوصا اجتماعيا وثقافيا، وتمرره أيضا الدولة عبر رسائل مضمونها أن الرجال مسؤولون عن حماية زوجاتهم من الرجال الآخرين، رسالة تعزز ترسيخ، يعني ترسيم راسخ للأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة. هنا الدولة مسؤولة أيضا بهذه الطريقة عن إعادة إنتاج فكرة أن المرأة تنتمي إلى الرجال وتحت سيطرتهم، مما يبين إن صح التعبير توافق بين كل من النظام الأبوي كنظام اجتماعي قائم على امتلاك الرجال للسلطة والامتيازات، وهو يعني هنا الأمر ليس أمرا حتميا ولكنه واقع مبني اجتماعيا، قوته جد كبيرة لأنه يشكل نمطا من التفكير متجدر خصوصا في عمق الثقافات، وأيضا بين التقسيم الجنسي الذي تتأسس عليه الرأسمالية كأحد الأسس لبناء الهوية الجندرية التي تجبر الأفراد على التوافق مع الأدوار المحددة مسبقا لهم. هنا لابد الإشارة والانتباه لأن هذه الثنائية رجال ونساء يتم فرضها كنظام جنسي، يعني غير تفرضه الرأسمالية، وتقصي أي نظام جنسي غير منضبط للغيرية الجنسية أو الأفراد الغير معياريين، وهذه يعني هو أمر التي تعرقل أي احتمالية للحرية والمساواة الحقيقية. لذلك فهذا هو السبب، يعني في أنه من الوهم الاعتقاد بأن المساواة أو قضايا التحرر بصفة عامة بين لا الجنسين ولا بين مختلف الهويات الجندرية سوف تتحقق بمجرد تغيير القوانين، بل يعني التغيير البنيوي المصحوب بتغيير عميق في العقليات سيضع حدا لاستيعاب دونية النساء وباقي الفئات المهمشة التي تخدم المنطق الأبوي. أيضا نقاش تحرر النساء من النظام الرأسمالي والأبوي هو جزء من نقاش أكبر يتطلب بالضرورة فهما وتفكيكا للهويات الجندرية المتعددة والمختلفة، وأيضا بطرح نقاشات موازية لها لا تقل أهمية كالعنصرية والطبقية كعنصران أساسيين أيضا لتغذية الرأسمالية والأبوية، والتساؤل الأساسي عن هياكل السلطة والمتحكمين بها. في الأخير يعني رغم هذا يعني حدة هذا النظامين، لكن دائما هناك دائما هامشا للمقاومة والمناهضة وجب استثماره في بناء وعي نسوي تحرري يناقش قضايا النساء ومختلف الفئات المضطهدة بربطها بجذورها المتأصلة في النظام الرأسمالي الباترياركي والعنصري، لا سيما قضية العمل المنزلي غير المدفوع الأجر ودوره في عملية التراكم الرأسمالي، إضافة إلى القضايا التي تتعلق بالحريات الفردية والجنسية بشكل أوسع. وشكرا جزيلا. تحية خديجة، تحية لك على هذه المداخلة واللي جاء فيها العلاقة بين النظامين الرأسمالي والأبوي، وكيفاش هذه النظامين كيتحالفوا ضد تحرر النساء. ألوغ كما جاء في المداخلة، اضطهاد النساء ماشي مرتبط فقط بالنظم الاقتصادية أو الرأسمالية، ولكن أيضا بواحد النظام أبوي كيأسس لهذا الاضطهاد وكيعاود يجو عن طريق التربية. ألوغ هو اضطهاد اقتصادي واضطهاد مؤسس على النوع في آن واحد، وكذلك المجهود ديال النظام الأبوي لإخضاع أو لنشر ثقافة إخضاع الرجل والمرأة اقتصاديا وجسديا كذلك. كذلك خديجة أسست في النقاش ديالها أسست الاضطهاد النوع أو الأسس ديال هاد الأصول ديال هاد الاضطهاد ديال النوع، وكيفاش الجهد ديال النظامين الأبوي الرأسمالي باش يأبدت لنا هاد الاضطهاد ديال النساء.
وكذلك الضرورة ديال استثمار هذا الفهم لبلورة واحد الوعي نسائي اللي يقدر يواجه لنا هذا الاضطهاد، وكذلك سرد واحد العدد ديال التجارب ديال اللي كانت فيها النساء في المقدمة ديال هذه النضالات، كتجربة سيدي إفني والعديد من التجارب كذلك. ألوغ ندوزو باش ما نطولوش المداخلة الثانية مع المناضلة هديل شطارة عن شبكة فلسطين، عن فلسطين أو من فلسطين، عن شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في فلسطين المحتلة، وعضوة اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الفلسطيني البديل. المداخلة أو المحور غادي يهضر لنا على أوضاع النساء في فلسطين في ظل الجائحة والاحتلال كذلك، وعنف المجتمع الذكوري. تفضلي هديل. شكرا كثير جيهان، شكرا جزيلا، وشكرا خديجة على المقدمة اللي شرحت فيها أو اللي غطت فيها أصلا الوضع اللي تعانيه معظم النساء العربيات في الوطن العربي، وكذلك النساء اللي بيعيشوا القاتلين دول الجنوب في العالم بشكل عام اللي عايشين تحت وطأة النظام الرأسمالي والنظام الإمبريالي اللي كل يوم يتغول على حقوق حقوق الإنسان بشكل عام. أول إشي أو بداية بنوجه تحية لكل المناضلات في العالم العربي اللي كانت لهم بصمة في التاريخ التحرري للعالم العربي، واللي كانت لهم بصمة في كل الثورات اللي قامت في سبيل الحرية والعيش الكريم لكل المجتمع وليس فقط للنساء، لأن ثورة المرأة هي دائما للمجتمع بكامل مكوناته وليس فقط حرب لتحريرها وحدها، وهي كل يوم بتخوض هذه الحرب في ظل النظام الحالي والموجود. وبدنا نوجه تحية كمان بمناسبة يوم المرأة للأسيرات في سجون الاحتلال الصهيوني، للأسيرات في سجون القمع السعودية وسجون النظام المغربي، للمناضلات في الصحراء الغربية في الجزائر وتونس وفي كل مكان. ومن هون بحب أو أبدأ حديثي عن الوضع في فلسطين. المرأة الفلسطينية عرفت بالساحات النضالية منذ الأزل، وكانت المضحية والمناضلة، وكانت مثلا مهيبة خرشيد من أول النساء اللي شكلت خلايا مسلحة للدفاع عن فلسطين. امتد الوضع في المرأة الفلسطينية المناضلة بأخذ دور ليس فقط دور سياسي ودور وطني، وكذلك كانها أثر في الدور الاجتماعي ومحو الأمية في الانتفاضة الأولى. فكانت النساء تنتقل من مكان إلى آخر، من قرية إلى أخرى في سعيها خلال الانتفاضة، فما كانت فقط مشاركتها تقتصر على المشاركة السياسية والوطنية وفي النضال، ولكن كانت أيضا مهتمة بالدور الاجتماعي ومحو الأمية ومحاربة الفقر، وكانت هي التي تزرع في المنزل، وكانت هي التي تعتني في الأسرة وأيضا تعمل. اللي حصل فلسطينيا هو تغير في مرحلة معينة في الخط السياسي، وبدأ منذ 30 عاما، أو التحول على وضع المرأة والتغول الأبوي وتغول المنظومة الأبوية ومنظومة الاحتلال منذ 30 عاما. فينا ممكن النظر إلى هذه المرحلة بأنها مرحلة فاصلة، حيث تحولت حيث بدأت هناك مرحلة المفاوضات والتنازلات من مؤتمر مدريد ومن ثم اتفاقية أوسلو التي أنتجت منظومة سياسية جديدة فلسطينيا بدخول السلطة لفلسطين. منذ دخول السلطة منذ 91 تقريبا ودخول السلطة فلسطينيا، صار في تغير جذري على وضع المرأة الفلسطينية. التغير الجذري كان أساسه هو تحول دور المرأة من دور أساسي ونضالها من نضال أساسي لمجتمع ذو سلطة ذكورية،
انتهت الحركة الثورية الموجودة تقريبا في العالم، وهذا أثر بشكل مباشر على المرأة، صارت في سلطة متغولة. هذه السلطة قررت أن التحرر الاجتماعي هو ليس أولوياه بل المشروع السياسي، وكان مشروعهم السياسي هو أكثر مشروع متخاذل وعميل للاحتلال، وهذا أثر بشكل مباشر على المرأة. فكل النضال اللي خاضته وما زالت تخوضه المرأة الفلسطينية أصبح مش بس اليوم نحكي عن نضال ضد احتلال وضد نظام عنصري صهيوني أو استعمار صهيوني على المرأة الفلسطينية، اليوم في نظام سلطوي أبوي بتمثله السلطة وأنظمتها الجديدة، فخسرت حماية الأسرة، خسرت كل حقوق المساواة، خسرت الساحات اللي كانت تقدر تطلع عليها، وصار هناك تحول مجتمعي أبوي أكثر فلسطينيا في هذه المرحلة، وظهرت الطبقية فلسطينيا. يعني في المراحل الأولى للنضال الفلسطيني ومنذ العام 48 بدأ هناك، يعني كان المجتمع الفلسطيني هو مجتمع زراعي أكثر، متشابه طبقيا أكثر، ولكن مع دخول السلطة بلشت تنشأ طبقات اقتصادية وسياسية أيضا، لأنه هون في اليوم الطبقية لا تعتمد فقط على ملكية وسائل الإنتاج، ولكن الطبقية اليوم فلسطينية أو حتى في العالم العربي بتعتمد كمان على السلطوية هاي التي خلقت معها. فانخلقت طبقات، صارت المرأة في أدنى الطبقية في هذا المجتمع، سواء من ناحية القانون اليوم ما في حماية للمرأة، سواء من ناحية الوضع الاجتماعي اليوم المرأة معرضة كل يوم لضغوطات، وهذا بيحطها مرة أخرى في الساحة الأمامية للمواجهة مع ما وصلنا إليه فلسطينيا، مع فقدان المشروع الوطني بعد أوسلو، وكان وهو نتيجة أوسلو فقد هذا المشروع الوطني. صارت المرأة اليوم أمام تحديات كثير كبيرة، وهي مطالبة أنه تواجه اجتماعيا ومجتمعيا، وأيضا توقف وتجابه الاحتلال. نسبة مثلا، وإحنا اليوم نحكيش عن المرأة الفلسطينية اللي موجودة في الضفة وغزة فقط، كمان المرأة الفلسطينية الموجودة في أراضي 48 المحتلة عام 48 تعاني من نفس الوضع ونفس الاضطهاد، وأيضا الاحتلال هناك يمارس اضطهاد مضاعف على شعبنا في 48. وبنوجه من هون تحية لأهلنا في أم الفحم اللي اليوم موقفين في وجه الآلة القتل الصهيونية اللي بتسرب أسلحة وبتسرب في عنف مستشري ضد الشباب الصغار وضد النساء على وجه الخصوص، وهذا العنف اللي بيطال النساء لدرجة أنه في قتل نساء كل يوم في فلسطين، وهي قضية اليوم بحاجة دراسة ومتابعة فلسطينية، وكيف تأثير الاستعمار المباشر على نشر العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني. وكمان نسائنا في المخيمات اليوم بتعاني، فالمخيمات اليوم بتعاني من وضع اقتصادي هائل، وكلما زاد الوضع الاقتصادي وضاق ذرعا على الناس النتيجة دائما تتحملها أكثر شيء النساء. فالنساء اليوم في المخيمات بتعيش في بطالة، بتعيش في ظل فقر مدقع، ظل حرمان من التعليم، حرمان من استكمال رحلتها في الحياة، فهي بتواجه مش بس أعباء التشرد واللجوء، كمان بتواجه اليوم أعباء الفقر والنظام القاسي في المخيمات. فبشكل عام هذا ما تواجهه النساء اليوم. من أسبوعين تقريبا عقدنا لقاء في المسار البديل لنساء فلسطينيات موجودات في كل مكان، في أوروبا وأمريكا، مخيمات اللجوء، الأردن وفلسطين من غزة والضفة وأراضي 48، وما ننساش نساء غزة طبعا تحت الحصار منذ عشرات السنوات الآن. اليوم المرأة الفلسطينية مدركة تماما أنه العنف اللي هي بتواجهه هو عنف مجتمعي، عنف اقتصادي، وكمان عنف سياسي. فأمام هاي التحديات في قناعة تامة أنه لا حرية للوطن بدون حرية للنساء، وهو الشعار اللي رفعته الحراك الأخير طلعات، اللي أعطى شوية أمل مرة أخرى أنه لا، الشارع الفلسطيني رح يرجع وينهض، فلا وجود لوطن حر إلا بنساء حرة، وهو شعار صحيح تماما فلسطينيا وكمان على مستوى العالم كله. ف
فهي المواجهة لليوم المرأة الفلسطينية موجودة فيها، وكان في اتفاق بين كل النساء الفلسطينيات الموجودات في أي مكان هن أو في كل المكان اللي هن موجودات فيه، إنه اليوم في الدور العشائري، الدور السلطوي، وين ما تكون المرأة هي عم بتعيشه. في الغرب مثلا المرأة يمارس عليها ضغط مضاعف بحجة الحفاظ على الثقافة العربية مثلا أو العادات القديمة اللي تقريبا المجتمع اليوم عم بتجاوزها كلياتها فلسطينيا. فاليوم احنا بحاجة لمشروع نسوي بديل ثوري، الرؤية هي الثورية لا تبنيها إلا النساء. اليوم تجاوز اليوم المجتمع الفلسطيني مجتمع متعدد، هي التعددية النسوية هي الأقدر على الدفاع عنها والتعبير عنها. فاليوم إحنا أمام هذا المشروع البديل، المشروع اللي مطلوب منا كنسويات وكنساء فلسطينيات ندافع عنه، لأنه لا وجود لحرية فلسطينية حقيقية إلا إذا تحررت النساء، إلا إذا انتزعت حقوقها، والحق لا يعطى، الحق ينتزع انتزاع. فواقع المرأة اليوم في الفلسطينية في كل مكان مشترك ومتشابه، ومكان إقامتها، ومشروعها الثوري والبديل هو قيادي اليوم في بناء أي مشروع وطني، لأنه بدونها ما رح نقدر نبني أي مشروع. هذا بشكل عام إيش بنمر فيه، وهذا الاتفاق اللي كان موجود يعني في اللقاء. والنقطة الأساسية إنه من كثر ما الأماكن الموجودة فيها المرأة الفلسطينية متعددة، التواصل صار ضروري بين الوطن والشتات وبين النساء بشكل عام. القضايا النسوية في كل العالم مشتركة، القضايا النسوية العربية هي أقرب على بعض، هناك خصوصية للنساء العربيات، وهناك أيضا خصوصية في أن تكون عايش تحت استعمار، هذا الاستعمار اللي مسيطر على الهواء اللي بنتنفسه، على المناهج التعليمية، على أي شيء ممكن نتخيله، هذا الاستعمار اليوم مسيطر عليه لدرجة أنه المناهج كثير ذكورية فلسطينيا، ولكن في سيطرة استعمارية ويد استعمارية في الموضوع، لأنه ممنوع المنهج يمشي بدون موافقات أمريكية وصهيونية وإمبريالية عليه. فهذا اللي بتعيشه اليوم المرأة، وهو مشابه لكثير أماكن. الخاصية الوحيدة ممكن في فلسطين هو هذا الاحتلال، ولكن اليوم الاحتلال إذا بنطلع على مشاريع التطبيع هو يطال كل دولة عربية، هو يطال كل الدول المحيطة فينا، فهو تحول المشروع الصهيوني من مشروع بناء دولة استعمارية هون، واليوم عم يتجاوز هذه الحدود ليطال التحالفات مع السلطات أو الأنظمة العربية الرجعية، سواء كانت في الخليج أو اليوم السلطة المغربية أو الحكومة السلطة المغربية، اللي بفكر كان موقف خديجة واضح في الشرح لوين وصل الأمور. وهذا التطبيع هو مش جاي من فراغ، هو جاي كمان من أرضية قمعية أو في بنية قمعية لهاي السلطات وكل هاي والتحالفات هاي القمعية اللي بس بتقوم اليوم على عسكرة وقمع الشعوب وإيذاء المرأة. اليوم يقبع في السجن 40 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال، هاي النساء بتقاوم كل يوم، النساء هاي تم الاعتداء عليها وأخذ كل المواد التعليمية، لأنهن بلشن مشروع صغير مع بعض 40 امرأة إنه يدرسن، مشروع تعليمي صغير داخل السجن وتثقيفي، تم سحب كل الأدوات المكتبية. في ظل جائحة كورونا تم سحب كل مواد التنظيف من سجون الاحتلال. اليوم 4500 أسير، فيما يقارب 400 أسير مصابين بكورونا، تم سحب كل مواد التنظيف من كانتين السجن، اللي هي المكان اللي بيحصلوا منه على أدوات التنظيف. هذا اللي بتعيشه النساء اليوم فلسطينيا، كمان مع الحجر ومع النظام السلطوي والأبوي الموجود في ظل جائحة كورونا، هي دور المرأة المطلوب أصلا في ظل هذا المنظومة هو زاد ضغط عليها أكثر، مع وجود كامل الأسرة في البيت، هذا عزز كثير من العنف اللي عم نشوفه، هذا عزز كثير من الاضطهاد الموجود في النساء. اليوم الدور النسوي انه اليوم نقدر نميز بين شغلتين، اليوم في نساء قادرات على الكلام والخروج، وفي نساء اليوم بعشن العنف المنزلي اللي ما قادرين
على مستوى العالم تقريبا أنه ينصنع مشروع تحرري لهم. فهذا هو البديل. البديل هو كيف نصل إلى كل النساء، البديل هو كيف يعلو صوت المرأة، والتحرير يبدأ من عند المرأة. وأهم نقطة اللي هي الارتباط العضوي بين التحرر الاجتماعي والتحرر السياسي. فمش مهم مرات أحكي عن أنه أوصل المرأة لمرحلة قيادية سياسية بقدر ما هو مهم حمل مشروع ثوري اجتماعي وسياسي معا. تكون المرأة في منتزع على حقوقها، وتصل المراحل القيادية هاي بانتزاع حقوقها وتدمير المنظومة القائمة على الرأسمالية والإمبريالية اللي عم نعيشها. وهذا هو. شكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية. تحية لك هيل، شكرا بزاف. تحية لك على هذا المداخلة الجميلة اللي أعطتنا واحد الصورة يعني عامة عن الوضع في فلسطين. أكيد ملي كنهضروا على فلسطين ما كنهضروش فقط على اضطهاد بشكله الذكوري أو بلا شك بشكله الاقتصادي، وإنما كنهضروا على واحد المعطى ثالث اللي هو الاستعمار. وبيان سور ملي كنهضروا على هذا الوضع فالاستعمار كنهضروا على تأثير اكبر في صفوف النساء. الوغ النساء كانوا حاضرات كما جاء في المداخلة ديال هديل، النساء كانوا حاضرات بقوة تاريخيا في الانتفاضة، في نضالاتهم في الاجتماعية كذلك. ألوغ كانوا منخرطات بشكل قوي في الانتفاضة، ولكن بعد واحد التحول أو بعد التحول السياسي أو تحول تغيير السلطة، تحول كذلك الوضع والدور الأساسي ديال المرأة في الانتفاضة، وتزاد تزادت تأزمات أو تزادت تعمقات الأبوية اللي جات اللي كانت مصاحبة لهذاك النظام. كذلك النساء هناك يعانين أيضا في ظل نظامهم القائم من الاضطهاد القانوني، ولكن كما كنعرفوا كما جاء في المداخلة اللي قبل بأن قد ما كيتأزم الوضع، قد ما كتزيد المواجهة ديال النساء، وقد ما كيكونوا في مقدمة ديال النضالات. ألوغ ملي كنهضروا على المرأة الفلسطينية كنهضروا على مقاومة يومية ضد الاحتلال. وكذلك يعني هذاك الشيء كيعطي ضريبة اللي هي وجود النساء فأسيرات داخل السجون ديال الاحتلال، وكذلك وجود النساء في المخيمات، غير أن النساء كذلك ما كيستسلموش، نساء فلسطين لا يستسلم ولديهن القناعة الكبيرة بأن لا حرية للوطن دون حرية نسائه، وهذا اللي كيخليهم دائما في مواجهة الوضع واقتناعهم بارتباط التحرر السياسي مع التحرر الاجتماعي. وكذلك يعني نضالهم مستمر من أجل الحرية ومن أجل بلورة واحد البديل اللي هو ثوري وتحقيق الحرية، لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاجتماعي. شكرا. وغادي ندوزو المداخلة التدخل الثالث أو المداخلة الثالثة اللي هي الرفيقة فاطمة الزهراء البلغيتي، الكاتبة العامة جمعية أتاك المغرب، واللي ستتمحور المداخلة ديالها حول صعود أو سياق صعود موجة جديدة من حركة النضال النسوي النسائي ضد الرأسمالية والذكورية. فلتتفضلي فاطمة الزهراء. مساء الخير بالمتتبعين والمتتبعات، شكرا جيهان على تسيير الندوة، شكرا للمتدخلات جميعهم، وتحية وشكرا من أطاك المغرب لمروة وهديل على تلبية الدعوة والمشاركة في هذا النقاش اللي أكيد هو مهم. نحيي كامل المقاومات ديال النساء عبر العالم ضد الاضطهاد وأشكاله من أجل عالم فعلا خالي كلية من العنف والاضطهاد وأشكال الاستغلال. مداخلتي غادي تكون تقاطعية أيضا، تتمفصل مع جميع المداخلات اللي الحدود الآن هديل وخديجة هضروا على جوانب، وبالتالي المحاور ديال هاد الندوة هي تتلاقى في بزاف ديال النقط. باختصار سأتناول أنه لا غنهضر على المداخلة تاع سياق ما هي الموجة الجديدة اليوم من حركة النضال النسواني، أي كفكر
يحلل ويفسر تحرر النساء من ك ك يعني من الاضطهاد، من اضطهادهم كنساء كجنس، ثم صعود نضال النساء ايضا ضد سياسات اجتماعيه اقتصاديه نيوليبراليه تعزز وتغذي الظلم الاجتماعي ضد النساء. اذا اليوم ملي كنقولوا الموجه النضال النسوي الجديده، هي باختصار هي القطيعه الكلية مع النسوية الليبرالية، معناه نسوية 1% ونسوية الأقلية المؤمنة بأن النساء يعني المضطهدات المعنفات التي يجمعنا يعني كل جميع أصناف وضروب الاضطهاد والاستغلال والتعنيف، قادرات على تجاوز وضع الاضطهاد والاستغلال في نفس المجتمع القائم على القمع، القائم على القهر، القائم على الاستغلال. إذن هؤلاء النسويات الليبراليات الموجة الجديدة تقول بأن هاد النساء الليبرالية والنسوية هي إفلاس، إفلاس تماماً، أو لا إفلاس خطاب هاد النسوية الليبرالية، لأنها لا يمكن هذا الفكر النسوي أن يكون أن تتحرر على طريقها النساء، لأن المجتمع اليوم القائم على الاضطهاد، على الاستغلال، على التملك الفردي، على القهر، على تدمير بنيات المجتمع، يعني تدمير بيئات النساء المحلية، لن يعني مهما علت أصواته، مهما سن تشريعات، مهما سن قوانين، مهما تجمل بخطاب حقوق الإنسان والتمكين لن تستطيع النساء الظفر بحريتهم، لن تستطيع النساء الخروج من نفق ديال الظلم الاجتماعي والتفكير ولا المساواة دون النضال ضد هذه البنى المجتمعية. إذن النسوية موجة النضال النسوي الجديد تربط أو لا تتقاطع فيها النضال ضد نظام القمع، نظام القمع السياسي، النظام الاجتماعي، النظام الأبوي، الاضطهاد البيئي، الاضطهاد العنصري، يعني كل هذه الأشكال التي يغذيها نظام السيطرة اليوم أو النظام الرأسمالي الذي يحكم الكوكب بقبضة من حديد. إذن هذه هي أحد المرتكزات ديال الفكر النسوي والموجة الصاعدة اليوم، واللي ابتدت من 2016 أساسا مع الشرارة الإضرابات ديال آلاف النساء البولونيات من أجل شرعنة الإجهاض والحق في ولوج الإجهاض. هذا قلت هذه النسوية الليبرالية اللي كتقول بأنه زعما أنا أتفق مع هذه في واحد فكرة اللي راه ليس تمثيل النساء السياسي هو ما سيحرر نساء الطبقات الشعبية الآتيات من أسفل، بمعنى هذه النسوية الليبرالية على المستوى السياسي تمثيلية النساء في المؤسسات، في مؤسسات نفس نظام القهر والاضطهاد، وتمكينها عبر برامج تسنها مؤسسات مالية، بالنسبة لها هذاك هو الطريق ديال تمكين النساء، فعلا تمكين النساء، ولكن نساء أي طبقة وأي اجتماع اجتماعي لهؤلاء النساء، لأن البرامج تمكين مثلا هذه النسوية الليبرالية بشكل ملموس اليوم في المغرب تدعو نساء على غير المجموعة بلدان المنطقة. النسوية الليبرالية المؤسساتية التي تترافع في منصات بمرافعات حول حقوق النساء، تترافع في منصات يتحكم فيها الاستبداد، تمولها مؤسسات مالية وكل ملحقات التنمية المبنية على النموذج النيوليبرالي الذي يغذي الظلم الاجتماعي ويضرب سيادة الشعوب على الأراضي ويضرب السيادة الغذائية ويصادر ثروات الشعوب ويعيد استعمار الشعوب، لأن الاستعمار ليس فقط بالدبابة أو بالسلاح أو بالجيوش، الآن يعيد نظام الرأسمالي استعمار البلدان عن طريق سياسات اقتصادية ومؤسسات مالية هي مدافعة عن رأس المال العالمي. إذن في قلب النسوية الجديدة نضال ضد المؤسسات الهيمنة، مؤسسات التجارة العالمية، منظمة التجارية العالمية عفوا، صندوق النقد الدولي، البنك العالمي وملحقاته، وحتى المؤسسات اللطيفة التي تدعو بخطاب تنموي تمكين النساء. من هم هؤلاء النساء؟ النساء المتمكنات أصلا، ذوات الحظوة، القادرات على وصول يعني للمساواة والرفاه وكل أشكال يعني العيش الإنساني دون الاضطرار إلى النضال ضد البنى الاجتماعية الاقتصادية السياسية القائمة على الاضطهاد الإنساني. إذن هذا النضال اليوم هي دفعة حقيقية قوية للديناميات وللفكر النسواني الجذري لاستعادة روح التمرد النسوي الجماعي، لأن اليوم يجب أن نتساءل عن أي الطرق هي الأكثر جدية للتقدم نحو المساواة،
أو لمحو الظلم الاجتماعي. إذن هل المرافعات عبر اللوبينج أم الإضراب والاحتجاجات وتنظيم النساء المضطهدات اللواتي هن في الأسفل المسحوقات لقواهن لتنظيمهن الذاتي؟ وبالتالي هذا النضال اليوم الآتي من أسفل أو الذي يناضل ضد الظلم، يناضل ضد مثلا سياسات التقصف التفقير، نتائج التبادل الحر، المديونية، النساء اللاجئات في 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 في, في, في عبر في في مناطق النزاع، في الحدود المسيجة. إذن هذه النساء الآتية والمقاومات الآتية من أسفل التي يعبرها الاضطهاد الجنسي، يعبرها الاضطهاد الطبقي العنصري، الظلم البيئي، النساء العاملات أيضا، لأن اليوم العولمة الرأسمالية تذهب نحو تأنيث القطاعات الاقتصادية التصغيرية، وبالتالي استعمال الأدوات للنساء وللتمكين في الحصول على فائض قيمة بأقل تكلفة. وهنا مثلا في المغرب نساء العاملات في النسيج ثم الزراعة. إذن هذه النسوية المفلسة اليوم، الموجة الجديدة تقول بأن المستقبل والأمل لتنظيم النساء الأكثر اضطهادا، الأكثر يعني التي تمارس عليهن العنصرية الجنسية والعنصرية أيضا العرقية، المرحلات، المهجرات قصرا نظرا للحروب التي كاو الذي تفرضه العولمة النيوليبرالية في المجتمعات نتاعنا اليوم. إذا هذا التنظيم الجماعي للنساء هو الكفيل، هو الأمل، هو يعني الطريق تحرر النساء من كافة أشكال الاستعباد. إذا اليوم مثلا أعطي مثال أنا حقيقي في الصراع، لأن اليوم الموجة الجديدة النسوية أيضا تعطي دينامية قوية لصراع الطبقات، للصراع الاجتماعي. أن النسوية اليوم لا كما قالت هذه لن نحرر نفسنا كنساء وفقط، هذه النسوية تذهب نحو تحرير نحن كنساء كجنس مضطهد معنف، يعني حتى بانتمائنا الطبقية والاجتماعية، وأيضا تحرير البشرية والكوكب من عنف نظام الرأسمالي. إذن نسوية من أجل الجميع، من أجل المضطهدين، لأنها تناضل ضد الأصول والجذور أديال الاستغلال أديال القهر. في المغرب أعطي مثال، يعني تجربة نضال حركة 20 فبراير كانت يعني اختبارا حقيقيا لأية نسوية يمكن أن نتحدث عنها، وليمكن أن تشكل تقاطعا حليفا للتحرر الاجتماعي وللعدالة ولتحقيق العدالة الاجتماعية. 20 فبراير الحركة النسوية الليبرالية اختارت بوعي الاصطفاف لجانب الحاكمي، في الوقت اللي كانت النساء فقيرات المدن والقرى يشاركن بقوة في نضالات حركة 20 فبراير لأنها محرمت ببساطة من أبسط وسائل العيش، الحركة النسائية الليبرالية المؤسسة يعني أسست ربيع المساواة الثاني، وكانت تعطي الملتمسات لمن هم في الفوق للأكثر تحكما وللحاكمين، وهذا يعني درس يجب عدم نسيانه في 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 الصراع أو في النضال إحنا كنسويات أو من أجل الحقوق نتاعنا. إذن ليست كل يعني حتى الشركات الآن المنسونة، حتى الشركات المتعددة الجنسية تدعي أنها نسوية. غدا في 8 مارس كل الشركات والمقاولات الرأسمالية يعني غتعطي هدايا والورود لنساء كاضرات، للنساء يعني القادرات على فرض أنفسهن في جهاز السلطة القمعي وليس كل النساء. وبالتالي هذه النسوية الجديدة اليوم تناضل بشكل أعمق البنى التي يعني تعيد إنتاج نفس علاقات الهيمنة والسيطرة، كما تقول مثلا نانسي ولا كينسيا أريتزا وتيتي باتاشاريا ونانسي فرايزر، بمعنى لا نفع لنا إذا كنا سنحطم فقط السقف الزجاجي يعني والعاملات أو النساء الفقيرات هم من سنجمعن. إذن النسوية اليوم الليبرالية التي تبحث عن نفس الخضوة مع نفس الرجال المتحدرين من نفس الطبقة لا يمكنها أن تحرر النساء، بالعكس تنظيم النساء المعنفات أكثر اضطهادا لأنفسهن سيحررنا الجميع، وهذا هو الفرق. أكبر حاجة أخرى في هذه الشيء يعني المهم الذي يجب أن نعمل على أن يكون احنا عندنا نفس الشكل في المنطقة، وده يقين نضالات قوية في المنطقة ضد الأنظمة العسكرية الرجعية والعنف ديال الأنظمة،
هو الدعوة للإضراب. ما يجعل هذه النسوية يعني أكثر جينامية وأملاً آخر للنساء هو أن تدعو للإضراب، إضراب النساء العالمي، يعني جعلت من يمارس محطة لتضامن النساء فيما بينهن، تحطم بمعنى الجدار العنصرية والحدود المسيجة يعني وتخترق فيها للإضطهاد. وهذا أقوى ما يميز هذه الحركة والموجة الجديدة، أي تضامن النساء العالم المضطهدات المعنفات من أجل عالم خالي كلية من العنف والإضطهاد والأبوية، وخالي أيضا من أدوات السيطرة اليوم من بنك عالمي أدوات استعمار جديد من بنك عالمي ومنظمة التجارة العالمية واتفاقية تبادل الحر، وسيطرة أيضا وتغول المؤسسات أو الشركات المتعددة الجنسيات. ما ذكرت شي حوايج أنا من حيث النضالات، هذه فقط آخر فكرة، اسمح لي طولت، آخر فكرة. هذه الأفكار التي نقولها والتي تدافع عنها الموجة النسوية الجديدة هي ليست نشاطا ذهنيا، ليست أفكار نظرية، هي موجودة في واقع النساء. في وزاغورة نظرت النساء ضد العطش، يعني ضد تدمير ديال مصادر الماء، تناضل النساء ضد تدمير البذور الأصيلة في الهند، تناضل النساء ضد التقشف في المغرب من أواسط نهاية التسعينات، تناضل ضد برامج التقشف النيوليبرالي. خديجة ذكرات إفني، كانت زاغورة كان طاطا ضد تسريع الخدمات الاجتماعية. نساء الفنيدق اليوم يناضلن ضد التفقير وضد غلق الحدود وضد أزمات التي يعني الجائحة ومخلفات قانون حظر الطوارئ، أو قانون حظر الطوارئ. ياك نساء أيضا في بنصميم نضلن بشكل كبير ضد 5%. وغير للحاجة، احنا في المغرب رئيسة ولا الكونفدرالية أرباب العمل هي امرأة، ولا يعني ذلك أنها ذات سيحرر النساء. إذن النساء اليوم، هذه الأفكار للنسوية الجديدة ليست تمرينا ذهنيا، ليست أفكار نضالية، ولكن تتقاطع في الواقع اليومي في حركات النضال التي تحتل فيها النساء المركز. تحية تحية فاطمة الزهراء للمداخلة اللي هي كانت حول سياق صعود موجة جديدة من حركة النضال النسوي ضد الرأسمالية والذكورية كذلك. ألوغ جاء في المداخلة ديال فاطمة الزهراء بأن كتشكل هنا واحد الموجة جديدة ديال النضال النسائي اللي هي كتقطع مع الحركة النسائية الليبرالية، واللي كنهضروا على الحركه النسائيه الليبراليه كتتصور بان ممكن ان نحققوا المساواه في ظل واحد النظام اجتماعي اقتصادي قائم اساسا على هذه اللامساواه. كذلك هذه الليبراليه تعتقد بان الانخراط في برامج سياسيه نيو ليبراليه بحال المشاريع الصغيره المدره للدخل والاستعانه بالقروض الصغرى تعتقد بان هذا الشيء ممكن يحقق شي حاجه للنساء. الوغ هذه الموجه الجديده ديال النضال طبعتها واحد العالميه وتصاعدت مع الدعوات ديال اضراب منذ اضراب النساء من اجل شرعنه الحق في الاجهاض سنه 2016. كذلك كنهضروا على واحد جاء في المداخلة يعني النضال اللي هو ماشي فقط واحد النضال ضد واحد النسوية مزيفة أو لواحد نسوية ليبرالية تقتنع بأن المؤسسات أو النضال من داخل المؤسسات هو اللي غادي يقدر يحقق شي حاجة. وكذلك النضال ديال هاد الموجة الجديدة هو نضال ضد العنف الجندري اللي هو متأصل في هاد المجتمع القائم على اللامساواة. وكذلك الآلية اللي كتركز عليها هاد الحركة ديال النضال هي آلية الإضراب، وكتعتبر بأن يوم 8 مارس ماشي كما كتصوروا لنا أو ليس كما تتصوروا أو تسوق له النسوية الليبرالية، يعني يوم واحد شكل نمطي بالاحتفال أو التخليد ديال 8 مارس، وإنما هو واحد الفرصة لتوحيد ديال النضالات ديال النساء
عالميا، وبهذا يعني كنعيد النفس النضال الجذري، النضال الجذري النسوي، أو كنعيد الجذري النضال النسوي في العالم، خاصة بعد ما أفلست النسوية الليبرالية في تحقيق أي منال. كنهضروا على النضالات كذلك، يعني في نفس الموضوع، نضالات الموجة الجديدة هي نضالات ماشي فقط اجتماعية، ماشي فقط يعني ضد العنف الجندري، وإنما كذلك ضد سياسات بحال البرامج ديال التقشف النيوليبرالي اللي دمرت لنا الخدمات العموميه. وغنهضروا محليا هنا على النساء ديال طاطا، زاكورا، افني، وكذلك التدمير ديال البيئه، نساء بنصميم ونساء ايميدر، وكذلك السطو على الاراضي ومصادر الغذاء. وغنهضروا على النساء السلاليات، وكذلك ذكرات الرفيقه بان يوم 8 مارس هو ماشي واحد، هو ينبغي أن يكون واحد اليوم للتوحيد ديال النضالات ديال النساء في العالم. شكرا فاطمة الزهراء. سننتقل إلى المتدخلة الرابعة، آخر متدخلة، اللي هي مروة بالغازي، اللي هي نشيطة جمعوية مقيمة بلندن، واللي غتهضر لنا على الضغوطات التي تواجه المرأة العربية المهاجرة بين البيئة الأصلية والمجتمعات الأوروبية. تقدري تفضلي مروة، وشكرا لك. شكرا جيهان، هديل، فاطمة الزهراء، خديجة، إلا كنتوا باقين معانا تال دابا تبارك الله عليكم. غنحاول نهضر على واحد الموضوع اللي يمكن كتعرفوه ولكن ما عندكمش واحد العلم عليه من الميدان، وكان كنتمنى بان هذه هي المداخله ديالي ممكن لها تساعد يعني بالاضافه لهذه المعلومات اللي تعطى. واليوم من الجانب يعني من جانب المفاهيم، بغيت نعطيكم بحال واحد الصوره على اليوم ديال المراه إلا كانت خارج من البلد الأصل، مرأة من العالم العربي. كنقول العالم العربي حين كنهضروا بالعربية، ولكن يمكن لك تكون أمازيغي، يمكن لك تكون شركسي، يمكن لك تكون كردي، ولكن طريقة التواصل فيما بيناتنا العربية. باش نعطيكم شوية ديال السياق، هذه 5 سنين وأنا كنخدم في إنجليز في لندن مع عائلات رجال، عيالات، دراري صغار اللي جايين من بلدان المهجرة كلها في العالم العربي، إذن سوريا، فلسطين، العراق، السودان. والدور ديالي كان أنني نكون منسقة الدعم، واللي كنعطي كنسق وكنقدم الدعم المباشر للناس. شنو معناتها؟ يعني من النهار الأول يمكن نمشي نجيب شي واحد من المطار، ونلقى له بلاصة فين يعيش، نسجله في السبيطار، أو لا نسجل الدراري في مدرسة، نسجل الناس في الدروس ديال الإنجليزية، المساعدات يعني المساعدات اللي كتعطيهم الدولة بأننا نسجلوا الناس على استحقاق اللي عندهم، يفتح حساب بنكي اللي ما عندوش حساب، معمر ما جرب أو لما كان عنده حساب بنكي، بأنك تشرح له شنو معنية هذا النظام اللي وصل له. فمني غنهضروا على الكلمات الكبار اللي هما كلمات الرأسمالية أو لا حتى النظام الأبوي، معظم الناس اللي كنخدم معاهم بعد الخطرات هذه الكلمات ما يعني يمكن يكون سمعهم من قبل، قرأ عليهم أو لا سمعهم بالأخبار في الجزيرة أو لا في دوزام، ولكن يعني الإحساس دياله بذلك الكلمات صراحة يمكن محدود أو لا مبني على المعرفة دياله هو ديال حياته. فأنا بغيت اليوم هذا التدخل ديالي يكون شبيه بذلك الإحساس اللي هو ومن بعد، وهذا الشيء كله اللي كنهضروا عليه، شنو هو هذا المشروع ديال المجتمع اللي كان حلمو به، أو لا أنا كامرأة يعني شخصيا شنو هي هذيك البذرة اللي كان ناخدها معايا في كل يوم وأنا كندير هذا النوع ديال الخدمة. كنقول تناقضات أو لا ضغوطات، لأنه يمكن الصعوبات اللي كنواجهوهم في مجتمع تكون مختلفة على المجتمع واحد آخر،
ويعني الصعوبه الكبيره دابا هي باننا ملي كنخرجوا من المجتمع اللي كيقولنا انت يا كامرا خصك تكوني في الكوزينه، وشفت شي وحدين في الكومونتير تيقولوا رجعي للكوزينه، او لا كيحاولوا بانهم يعني يستعملوا هاد المفهوم كانه بحال معيار. ولكن انا بالنسبه لي يعني اكتشفت شي حوايج من خلال هاد الخدمه اللي بينت لي بان دور الكوزينه راه اساسي في السياسه ديال العالم العربي وديال العالم اصلا. كنهضر على الكوزينه وكنفكر في مريد البرغوثي اللي مات الله يرحمه مؤخرا، في كتابه ديال رايت رام الله كيهضر على ان السياسه هي شكون اللي حوالي مائده الاكل، شكون اللي تما، شكون اللي جا، وشكون اللي ما كاينش، واش كنفكروا فيه ملي ما كيكونش يعني حول المائده ديال الاكل، وكيفاش كنوجدوا داك المائده باش تكون يعني سهله الولوج للجميع. وانا بالنسبه لي ملي كنسمع هديل اولا فاطمه الزهراء اولا خديجه كيهضروا على هاد المفاهيم، دائما كنفكر شكون اللي معانا اليوم كيسمعنا، وشكون اللي ما كاينش، شكون اللي عنده انترنت، شكون اللي عنده الاورديناتور ولا التليفون، شكون اللي خدام ما قادش ياخذ هذا الوقت، شكون اللي عندها دراري وخاصها خاصها تجري موراهم وما تقدش تجلس، اولا شكون اللي يمكن غيسمع اولا يشوف هذا العنوان ديال الندوه وغادي يقول هذا الشيء ماشي ديالي، اولا انا يمكن انا حياتي مختلفه عليه. ف مجتمع الا ما تبناش بواحد الامكانيه بان كل شيء ساهم الحديث او لا في الفضاء العمومي، كان فضاء اونلاين او لا فضاء خارج يعني في الزنقه، راه ماشي مجتمع مبني على يعني على واحد التضامن. وداك التضامن هنا فين كنوصلوا اذا للسؤال ديال كيفاش كنبينوا التضامن، كاين لغو وكاين بزاف ديال الحوايج اللي يمكن بينوهم من خلال السياسات، او لا كيف ما كانت كتهضر على فاطمه صار على اللوبيين اننا نمشيو كمنظمات دوليه او لا كسياسيين نهضروا مع يعني نهضروا على تغيير القوانين. ولكن انا بالنسبه لي الا ما هضرناش على الحقيقه ديال العقليات اليوميه مع الرجال ومع العيالات ومع الدراري الصغار، رحنا غادي نبقاو كل عام غتوصل 8 مارس وغادي نبداو مره واحده اخرى يمكن ندير واحد الابديت نقولوا احنا فين وصلنا مؤخرا وقع هذا الشيء، ولكن رحنا باقي عندنا نفس البذره اللي هي بالنسبه لي مريضه، فيها شي حاجه اللي واخا تزرعها راه غادي داكشي اللي كينبت راه فيه مشكله. ثلاثه النقاط بغيت نوصلهم، ويمكن بعد الا كانوا اسئله نفتحهم يعني ولا نعطي تفاصيل عليهم اكثر. الاعتناء بالأسرة او لا فكرة العناية بالأشخاص هو اساس الكرامة واساس العدالة الاجتماعية. الاعتناء بالأسرة مع الأسف كان فكروا فيه كمفهوم أبوي لأنه تعطاله واحد نظرة سلبية، أنه إلا بقيتي في الدار معنيتها بأنك ما كتخرجيش، أو لا إلا اعتنيتي بالآخر معنيتها بأنك كدير واحد الدور اللي غير مدفوع عنه وكل شيء دابا، أو لا كان يعني كان فكروا في أي مساهمة كواش دفعتي لي عليها أو لا شنو هو المقابل. ولكن العيالات خاصة من خلال يعني المجموعة ديال الناس اللي كنخدم معاهم اللاجئين كتكتشف بانه قدروا يعيشوا او لا بانهم يوصلوا يعني لمكان النجاه، لان العيالات لعبوا دور اساسي بانهم يعتنوا بداك الاساس ديال العائله. فاذا تصور نتايا غادي تجي تخدم مع شي واحد عندك واحد الفكر نسوي وباغي تقول وتناضل وتقول لها خرجي وخصك ديري، ولكن هي كتقول لك انا راني خصني اول حاجه نتاكد بانه كل شيء واكل وكل شيء عايش مزيان، انا هذاك هو الدور ديالي.
فانا بالنسبه لي كان واحد تناقض كبير في دماغي في الاول، كان صعيب بانني نتقبل لانها كتقول لا ولكن الحريه وخصك تساهمي. ولقيت راسي بانه يمكن داك الطريقه اللي انا كنت كنبغي نشجع فيها بالمساهمه كانت شبيهه بداك النداء ديال النظام الراسمالي، هو بانه الا ما خرجتيش ولا ما خدمتيش ولا ما ساهمتيش من خلال العمل ما غيكونش عندك واحد الاساس. فاننا نعيد النظر في المعنى ديال الاعتناء، وانه الاعتناء يكون واحد الفن يعني اللي يمكن يتدرس واللي يمكن الواحد يتدرب عليه، انه كيفاش نعتني بالراجل او لا بالمراه او لا بالاطفال او لا بالشخص اللي ما عندي حتى شي علاقه دمويه معاه. لان هنا فين كنتعداو داك الصوره السلبيه ديال الاسره او العائله، هو بانه يمكن لك تخلق مفهوم اسره او لا مفهوم المجموعه اللي ما عندوش علاقه غير بالدم، ما محتاجش تكون خويا او اختي او لا ولدي يعني راجلي باش نقد يعني نحس بواحد الاراده ديال التضامن معك. هذا من جهة. من الجهة الثانية المساهمة، شنو هي المساهمة؟ إذا إلا قلت في أوروبا غتوصل، أول حاجة غادي ملي غادي نحاول نشرح الناس شنو خصكم ديروه ملي غتوصلوا لهنايا، نقول لهم الناس كيمشيو للخدمة هنايا، يعني إلا يا إما خدام يا إما راك بيطالي، والمفهوم ديال البيطالي هو أنك غير قادر في المساهمة للمجتمع، والمجتمع كيعطيك واحد بحال اللي غتقول واحد الزكاة، ولكن واحد المساعدة اللي تهي مبنية على واحد المفهوم أبوي، هو بأن غادي نعطيك مساعدة مالية بالمقابل أنك غتكون باحث عن العمل، وباحث عن العمل راه براسها خدمة، غير هي خدمة اللي ما معترفش بها، لأنه كل مرة غادي تمشي قدام الدولة في مكتب العمل غيخصك تقول لهم شنو درتي باش تبحث على عمل. يعني كل مرة غادي تمشي قدام المركز ولا الشخص اللي غادي يكون هو اللي كيسير الملف ديالك، غادي خصك تنزل من راسك وتزاوق وترغب باش تعطالك داك الفلوس، مرأة أو راجل. بغض النظر على أننا كنقولوا المرأة يعني في هذا الموضوع يمكن لها تكون هي يمكن لها تكون يعني في واحد وضعية ضعف أكثر، ولكن بغيت نبين بأن حتى الراجل في هذه المجتمعات خاصة الأوروبية الرأسمالية ملي كيجي من العالم العربي راه واحد العنف كيدار عليه اللي كيخليه هو يتقلب حتى هو على المرأة، أو لا داك النوع ديال الضغط اللي كيدار عليه من طرف الاقتصاد والنظام كيرجعوا معاه للدار، وداك الاثار هو اللي كيخلق يعني اضطهادات اللي كنعرفوها ديال النوع اللي ما ندخلش في التفاصيل ديالها. فانا بالنسبه لي كنسويه شنو معناتها بانني نشوف في الراجل كيعاني من هذا النظام مثلا الراسمالي، الدور ديالي هو بانني نكون قدوه صامده واللي ما كتقبلش بانه حتى هو يتعنف، لانه الا اختاريت وقلت لا انا بالنسبه لي هدفي هو بانني غير ركز على العيالات والاضطهاد اللي عايشين عليه ونخليه هو يكون مضطهد، راه ملي غيدخل الدار غادي ياخذ داك الاضطهاد وغادي يعطيه للمراه. فانا بالنسبه لي فين ما كان العنف وفين ما كان الاضطهاد خصو نقفلو، وكامرا الا بنيت يعني هاد الصوره عامه يعني خاصه الرجال اللي جايين واحد المجتمع ابوي بانني غادي نوقف معك بغض النظر عن رايك عليا، انا يمكن لك نبان لك انا بانني خصني نكون في الكوزينه، ولكن راك انت ملي غيهاجمك شي واحد انا غادي نكون جنبك. وانا بالنسبه لي هذا هو يعني بحال اللي غادي تقول المثال اللي ما كيتعطاش، ممكن ما غنلقاش في كتاب ولا ممكن ما غنتعلموش في 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 ندوه او حتى في مظاهره، هو بانه التضامن اليومي قدام هذا النوع ديال الغزوات على السياده الذاتيه ديال اي واحد، هما اللي كيخليو الناس يكرهوا بعضياتهم ويكون عندهم واحد النوع ديال بحال لي. اذا الا انا عندي شي نوع ديال الاضطهاد خصني نخرجوا على شي واحد، شكون هو هذاك الاخر؟ عاده كتلقاه المراه. غنوقف هنا الا عندكم شي اسئله ولا الا بغينا نهضروا اكثر، كنظن بانها جهان غادي تحاول تفتح واحد الحديث ما بيناتنا وديك الساعه نكملوا. شكرا، تحيه لك مروه. تحيه لك على المداخله ديالك، واللي هي كانت يعني واحد المداخله اللي كتحب
المتحدثة فيها كتهضر يعني من خلال تجربتها، من خلال يعني ميدان الاشتغال ديالها مع النساء المهاجرات اللي هما قادمات تحديدا من الشرق الأوسط أو من شمال إفريقيا. كذلك يعني كنهضروا على هاد النساء المهاجرات اللي دفعتهم ظروف العيش يعني بالدرجة الأولى ما هو اقتصادي دفع بهم الهجرة أو الانفصال على الثقافة ديالهم، واحد الثقافة اللي هي جديدة تختلف تماما على هذاك الشيء اللي هما خلاو في المجتمع ديالهم. وهذه بحد ذاتها كما جا في المداخلة ديال مروة، هذه بحد ذاتها خلقت مشكل في الداخل ديالهم، يعني من واحد المجتمع اللي كيصنفهم بانها يصنفهم بانهم راه ما قاد ماشي ديال الانتاج اللي كيديروه هو الانجاب وما الى ذلك، وخصهم يبقاو في الدار، لواحد المجتمع اخر اللي كيطالبهم بانهم يكونوا منتجات وانه يكون لهم واحد الدور اساسي في العجله ديال الانتاج. كذلك يعني ما غاديش ننساو بان هذاك الشيء في هذاك الجو ديال البحث عن العمل راه كاين واحد الوقت مطول ديال المعاناة من ما يسمى بالبطالة. أشارت كذلك مروة الضرورة ديال التفكيك ديال الأفكار، يعني بالدرجة الأولى هذوك الأفكار اللي كيجيبوا لنا أو الثقافات اللي هي بالأساس كتأبد لنا الاضطهاد ديال النساء. وأشارت لفكرة أخرى أن الاعتناء بالأسرة ليس بالضرورة، ماشي بالضرورة هو دور منتهي لكرامة المرأة. وكذلك جاء في مداخلتها كيفاش أن الذكور أحيانا يصرفوا الاضطهاد يعني اللي كيعانيوا منه اقتصاديا في هذاك المجتمع، يصرفونه في اتجاه ديال الحلقة الأضعف اللي كتبان لهم اللي هي النساء. وبيان سيغ غنهضروا على واحد العنف اللي هو عنف مؤسس على النوع، غنهضروا على إشكالات اللي تقدر تكون كتعاود في مجتمعات كاملين ولكن لها ما يميزها في صفوف النساء المهاجرات. شكرا لكم المتدخلات على مداخلاتكم. دابا غادي ندوزو للنقاش. الوغ عندي هنا واحد المجموعة ديال الأسئلة من المتابعين، أنا غنعطيكم الأسئلة ديالكم كاملين أوكي في مرة، وكل وحدة تاخد السؤال ديالها، وغادي يكونوا الإجابات ديالكم وفق التدخلات الترتيب ديال التدخلات ديالكم. الوغ كاين واحد الملاحظة اللي كنتمنى أن كاع المشاركات أو كاع المتدخلات يناقشوها، اللي هي كتقول بأن النسوانية هي خطر على المساواة بين الجنسين، شأنها شأن الذكورية التي تتمسك بتفوقها الجنساني للأبد. هذا النقاش. بالنسبة كاين عندنا سؤال موجه لهديل، هل ازداد وضع النساء الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية سوءا في ظل كورونا؟ وكيف يمكن التضامن معهن في مثل هذا الوضع؟ يعني هل ازداد وضع النساء الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية سوءا في ظل كورونا، وكيف يمكن التضامن معهن في مثل هذا الوضع؟ سؤال ثاني موجه لفاطمة الزهراء، كيف تشتغل جمعية أتك على موضوع النسوانية، وما هي آفاق نشر فكر نسواني في المغرب؟ وكان سؤال آخر لخديجة، كيف يمكن الحديث عن تحرر النساء في مجتمعات مختلفة متخلفة تسجن النساء؟ لغة. شكرا لكم، وغنخلي الآن الكلمة لخديجة. تحية مجددا لجميع المناضلات والرافقات اللي عطاونا مجموعة من الأفكار، وأيضا لجميع المتتبعات والمتتبعين. فيما يخص يعني تفاعلا مع الأسئلة، وبداية يعني نقاش النسوية يعني كفكر ولا
كتحليل هدفه ليس يعني ليس صراع بين الجنسين. النسوية هي تهدف إلى تكسير البنى الثقافية والاجتماعية واستبدالها ولا تغييرها ببنى بديلة تتأسس على المساواة. يعني هي نقيض للذكورية بحيث أن الذكورية هي امتيازات السلطة تعطيها للرجال وخصوصا الرجل الأبيض. يعني هناك اختلاف جذري يعني ليس من الصحي أو الصحيح أن نقول أن النسوية هي قد تفضي لنا إلى مجتمع آخر أكثر اضطهادا، بل هي كمنهج ولا كتحليل يعني تهدف إلى رصد هياكل الامتياز والقمع اللي كتخلل حياة مختلف المظلومين والمظلومات بتمايزهم وتمايزهن سواء على أساس الجنس أو النوع أو الطبقة أو اللغة. هذا من جهة. فيما يخص يعني كيف يمكن أن تتحرر النساء في ظل المجتمع متخلف، ونحن يعني للأسف نعيش مجتمع يعني شرقي متخلف وتبعي سياسيا وفكريا. أظن أنه من البداية يعني كأساس هو أولا هو رفع الوعي، يعني رفع الوعي النسوي ابتداء من الأسر، خصوصا أن من تعيد إنتاج هذه الثقافة الذكورية نجدها مرات كثيرة أنها النساء، لأنهن ضحايا أيضا هذه الثقافة الذكورية. أيضا على مستوى المناهج التربوية من الضروري أننا رغم أننا في مجتمع متخلف، ولكن هذا من بين النوافذ التي يجب العمل عليها، لأن التربية كأساس يعني لبناء الأفراد من الضروري أن يكون هناك يعني مناهج ومقررات دراسية تكون أساسياً أساسها المساواة بين الجنسين واحترام الآخر، يعني استحضار جميع الفئات الاجتماعية والعمرية بمختلف سماتها وألوانها. يعني نحن نتحدث عن المساواة يعني بين الرجل والمرأة، بين الأبيض وبين الأسود، بين الفقير يعني المفقر، يعني يجب إزالة أو مكافحة ومناهضة جميع أشكال التمييز يعني في جميع المناحي. أيضا ممكن أن تكون يعني البيست الأخرى اللي ممكن أننا نأخذها هي إسقاط صور نمطية للنساء في المجال الإعلامي. يعني اليوم نجد أن المرأة دائما هي لصيقة بأدوار يعني مؤسسة على الجنس في الإعلام، يتم تسليعها وتبخيص أعمالها وتسليع الجسد ديالها. أيضا هذا من بين الأمور التي وجب علينا كنساء أو كنسويات في هذا المجتمع المناهضة دياله والعمل على إزالته. أيضا يعني المرافعات ولو أنها يعني لا تؤدي دائما إلى الطريق، لكنها يعني صياغة قوانين واضحة يعني مبنية أيضا على الحريات الفردية والمحترمة لجميع الفئات والأجناس وباختلاف الهويات الجندرية. هذا هو اللي ممكن أنني نتشارك معكم. أيضا عندي فقط ملاحظة أخيرة ولا تفاعل أخير، هو فيما يخص تحرر النساء. عندما نتحدث عن تحرر النساء يعني ونضالنا ضد يعني إبقاؤهن في المجال الخاص ولا في المنازل، ليس يعني ماشي حنا كندعيو أن المرأة تخرج للعمل باش أننا نجيبو مرأة مهاجرة يعني بأجر مبخس. هذا أيضا يعني نناهضه. أيضا تحرر النساء ليس هو يعني اشتغالهم في معامل بدون شروط إنسانية. وأذكر هنا ضحايا معمل طنجة اللواتي كنا يعملنا بأجور بخسة وفي ظروف لا إنسانية من أجل يعني تصدير ماركات عالمية بأثمنة باهظة. يعني هذا فقط كنت أرغب في الإطار يعني في الإشارة لي باش توضح الصورة. نحن لسنا يعني صراعنا كما قلت وأعيدها أنه ليس صراع بين الجنس
وآخر، بل هو صراع بين منظومة ثقافية واجتماعية وسياسية التي يمثلها كل من النظام الرأسمالي والباترياركي العنصري. وتحية مجددا. شكرا لك خديجة. غادي نضيف واحد المجموعة أخرى ديال الأسئلة إلى ممكن. ألوغ، كاين سؤال مروة، هل يمكن اعتبار النساء المهجرات أكثر اضطهادا من غيرهن؟ البطالة الذكورية، الاضطهاد والغربة والاستغلال، وحسب تجربتك كيف يمكن أن ينظم من أجل الدفاع عن حقوقهن في بلاد المهجر؟ كذلك سؤال جميع المتدخلات، ما هي سبل التضامن بين النسويات في منطقتنا؟ سؤال آخر، هل يمكن أن نقيم فرق بين شكلين مختلفين من التضامن، الرفاقية في مقابل التحالف؟ سؤال آخر، ما هي آليات المواجهة لتصحيح النظرة المجتمعية داخل المنزل؟ سؤال آخر المروة، ما هي سبل تغيير نظرة الدنيا عن المرأة السوداء؟ وغادي نخلي الكلمة لهادي، وكنتمنى ما تجاوزوش جوج دقائق إلى ممكن. وشكرا لكم، تفضلي هادي. شكرا كثير جهان. راح أحاول أجمع الأسئلة لأنه الإجابات تقريبا هي متشابهة على كل الأسئلة باستثناء سؤال الأسيرات. بالنسبة للموضوع الأول على خطر النسوية، ما يختلف بين النسوية والذكورية هي أن النسوية جاءت لتحرير الجنسين. النسوية قائمة على نظرية تحرر الجنسين، وهي بتشيل الحدة الذكورية عند الذكر اللي بيعتقد أنه هو مؤله وله هذه الهالة والسيطرة المطالة كحق، وتعيد الحق للمرأة اللي هو الحق المسلوب منها. فبالتالي النسوية هي ليست حرب المرأة وحدها، وليست ولم تأتي لتحرير المرأة وحدها، بل هي جاءت لتحرير المرأة من هذه المنظومة، وكذلك لتحرير الذكر من الذكورية المستفحلة في داخله. وهي نقطة مهمة لما نحكي عنها. فإجابة عن هذا السؤال هي لا يمكن مقارنة بأي شكل من الأشكال بين النسوية والذكورية، ولكن هناك أنواع من النسوية، أو الفكر النسوي الليبرالي والفكر النسوي النيوليبرالي الإمبريالي اليوم، والفكر النسوي الثوري الحقيقي والذي نحاول طرحه اليوم هنا. هذا بالنسبة للسؤال. السؤال بالنسبة للأسيرات الفلسطينيات، الأسيرات الفلسطينيات اليوم يعانين وضع خطير حقيقة، محرومات من الأدوات الصحية في داخل السجون في ظل جائحة كورونا، محرومات من زيارات، وصليب الأحمر الدولي اليوم هو مكسر، وهي رسالة بنوجهها بصوت مرتفع في الدفاع عن كل حقوق الأسرى الفلسطينيين. الأسيرات آخر مرة تمت زيارتهن من قبل أقاربهن، ومسموح فقط لشخص واحد في الزيارة، كانت في شهر 11 العام الماضي. أي إحنا بنبعد 4 شهور عن الزيارات الثانية، ومنذ 4 شهور لا يوجد وسائل تواصل ولا تليفونات، فقط نعرف الأخبار من خلال إذا تحررت أحد الأسيرات عنهن. لا يوجد أخبار من الصليب، وهناك تقصير كثير كبير من جانبه، تقصير من السلطة لأنها لا تتدخل ولا تعطي قضية الأسرة أولوية أصلا. فهنا وعانينا من حجر في ظروف غير صحية، عانينا من مخالطة متعمدة من قبل السجانات والسجانين المصابين بكورونا وتم عزلهن. هناك أسيرة معزولة منذ أكثر من 100 يوم، فدوى حمادة. فالوضع اليوم في السجن كثير خطير. ما الذي يمكن أن نفعله؟ التضامن مطلوب اليوم مع قضية الأسيرات، إعلاء صوت الأسيرات الفلسطينيات اليوم مطلوب. أسف. مطلوب اليوم الحديث في هذه القضية والضغط الدولي، خاصة في يوم المرأة. هذه رسالة نضالية، كل الأسيرات في أي سجون في العالم والأسيرات السياسيات والمعتقلات السياسيات في سجون العالم بتطلب وقفة جدية عالمية من قبل كل الحركات اللي بتحكي أنها ثورية. فهذه القضية اليوم لازم ترأس وتكون من أولويات أي حراك ثوري في العالم بس على صناعة الحرية، ومش بس للأسيرات الفلسطينيات، كمان للمعتقلات السياسية في كل العالم.
بالنسبه للاسئله الاخرى، اليات المواجهه، اولا مهم ننظر للمجتمع او الاسره كتركيبه اسره وكمسؤوليه مشتركه. بناء اسره او الاسره هي مجموعه من الاشخاص اللي بينهم مسؤوليات وواجبات وحقوق مشتركه. هذه هي النظره اللي بنحتاج تغييرها، ومش كل الواجبات ملقاه على المراه ومش كل الحقوق للذكر في الاسره. فهي بنية الأسرة العربية، وكمان في كثير أماكن الأسرة كمان مضطهدة المرأة في كل مكان، يعني المرأة مش بس عربية اليوم مضطهدة. فالتركيب أو في النظام الرأسمالي هو نظام مصمم أصلاً لاضطهاد الفقير والطبقات اللي تعامل بدونية، اللي هي المرأة، البشرة الملونة، وكل هذه التفاصيل اللي ممكن نخوض فيها ساعات. فآلية التصحيح داخل الأسرة هي التشاركية والتعاون وزرع هذه الثقافة المجتمعية اللطيفة. فهذه هي اللي بتكون المقاومة داخل المنزل والتصحيح داخل المنزل. وكمان العمل المنزلي هو عمل يجب أن لا ينظر إليه أنه هو إشي أقل، لأنه هو البنية الأساسية ل صناعة التغيير. والعمل المنزلي اللي بتمارسه المرأة أو في داخل الأسر اللي بتمارسه سويا هو كمان قيمة، عمل له قيمة، ويجب النظر إليه من هذه الناحية في مواجهة كل هذه المنظومة. وهو مش إشي مهم، يعني هو مش إشي تافه كما تروج له الرأسمالية على الأقل. بالنسبة للأسئلة اللي كيف نشتغل مع بعض ومفهوم التضامن اليوم والتحالف وسبل التغيير اليوم الموجودة، فاليوم في أكثر من جهة للتعاون. القضايا مشتركة، هذه تصنع أرضية، خصوصية كل دولة تراعى. اليوم العمل تشاركي أكثر، حتى الرفاقية، لا الرفاقية ما اختفت، مفهوم التحالف هو اللي اختلف اليوم، نظرا لأنه اليوم مش موجودة عندنا الحركة الثورية العالمية. هي بتحاول تستنهض، واستنهاضها بيكون من خلق تحالفات بين المجموعات. سابقا كان عن طريق دول انها هي تتحالف مع بعض ثوريا، اليوم هو عن طريق مجموعات وحركات. فتوحيد عمل الحركات مع بعض في اتجاه قضايا معينة ممكن يصنع سبل التضامن بين النسويات في المنطقة، خاصة ان قضايانا كثير متشابهة ومشتركة. شكرا. شكرا لك هديل. فاطمة زهرة تفضلي. نقدروا نديروا الا كانت مروه تحب تشارك نقدر، ماشي ضروري نحترموا الترتيب. يعني قبل الاجابه على السؤال انا بغيت نتفاعل مع مروه لانها اثارت اشياء مهمه تستدعي التفاعل. اولا نضالنا احنا اليوم كنسويات ضد شكل من اشكال الاضطهاد النسائي، لانه فعلا هناك اضطهاد حقيقي مبني موسخ ويتم اعاده انتاليه على كل المستويات. واضطهاد النساء يعني هو اضطهاد، يعني من الاضطهادات اللي يعانيها الانسان، يعني ونزع، يعني تفوق جنس على جنس يؤسس لها المجتمع، وتفوق دولة على دولة، وتفوق لون على لون، وتفوق ذوق على ذوق. إذن النسوية هي الانفتاح على إعادة بناء عوالم أخرى تقوم على أن الإنسان يجب أن يكون سيد التنظيم الاجتماعي وليس خادمه. هنا إشكال نحو على عوالم. أتفق مع مروة أنه المشكل في الأسرة هي أن تلك الأسرة هي المكان الذي يتم فيه زعما المكان الخطير، لأنهم مبني على كذا، على السيطرة، مبني على التقسيم الإنساني للأدوار، على احتقار الطبخ مقابل الكتاب. ولكن هي كلها أنشطة إنسانية يجب إعادة بنائها من جديد ومفاهيم أخرى للحياة. وهنا إشكال حين يعني نناضل ضد إعادة بناء عوالم، لإعادة حتى بناء المفاهيم المكان الخاص العام. إذن هناك الفصل التي يعني الرأسمالية تفصل مكان إعادة الإنتاج عن مكان الإنتاج، تعرف بوعي ماذا تريد. إنكار العمل الذي تقوم به النساء الذي يعادل رقما فلكيا غير معترف به، أنا لا أتذكر رقم أعطته أوكسفام في آخر تقرير خطير، لأنه واحد الإنسان أعيد إنتاج طاقة وأسمح بها التسلط على أجساد النساء
كموضوع سياسي وليس فقط موضوع بيولوجي. التحكم في الإنجاب كله إشكالات حقيقية. إذن كيف ممكن مروى فعلا نقاش هذا نقاش حيوي وحيتاج صبغه، أنه كيفاش نخلقه أماكن تضامن، يعني مجتمعات متضامنة وليس مجتمعات قائمة على السيطرة واحتقار هذا الدور، وهذا الدور له أولوية. إذن هذا الدور له أولوية وهذا الشكل له ميزة على ذلك الشكل، وكأننا في ماركة السوق، يعني في حالة فعلا نحن حياة السوق، الماركتينج ماركة التسليع، يعني هناك شيء له قيمة يسلع، والقيمة التي والأنشطة الإنسانية التي لا تدر الأرباح التي لا تدخل في نطاق السوق تحتقر رغم أهميتها. إذن هذا هو المنطق، كيف يمكن أن ننزع هاد الثنائية ديال التفوق، هاد الثنائية ديال الاحتقار، هاد التقسيم التي تحط في الطبيعة يعني هذا هو اللي ملي كنقولوا الرأسمالي، واخا هو ما تيعبرش عليها الإنسان بتمثلات أخرى ربما أو شعبية، وكيف ينظر للإضطهاد، وهذا مهم جدا استحضار كيف يتمثل القهر عند المقهورين وكيف يعبرون عنه. ولكن في نظامنا احنا النسوي ملي كنقولوا نظام ضد الرأسمالية، التسليع ديال الإنسان، التسليع ديال الطبيعة، ضد كل شيء سلعة، سلعة حتى إن لم تكن سلعة أنت مقبل على الاستهلاك ديال السلعة، وبالتالي لا يمكن العيش، فيجب إعادة كل شيء من جديد. أقول أنا يجب أن نولد من جديد ولادة غير في ماشي ديال الرأسمالية، يجب زعما تحرير، استعادة أنفسنا وذواتنا سواء كأفراد وكجماعات. وهنا ليس بالضبط أن يكون الملاذ الواعر المثالي لتربية الأطفال والأسرة القائمة على الأب والأم، هناك أناس مثلا علاقات أخرى مبنية على علاقات جنسية ليست هي العلاقة الأنثى والذكر، وبالتالي حقهم يعني مجموعة من الأشياء تسائل هذه المنظومة، يعني التي كتحط معايير مسبقة على أشكال عيش الإنسان، يعني كيف سنعيش متحررين ولسنا أدوات أو سلعة في خدمة أقلية تفرض على أنماط وأذواق وثقافات كلها يعني مربع، يعني يجب أن يكون الإنسان داخل مربع أو يفتقر أو يقصى. إذن هذه الأشكال أبعد من ذلك. اليوم النسوية أو لقفت قلت أن أنه الموجة الجديدة تعيد يعني يعني تقاطعية بين كافة أشكال الهيمنة والسيطرة والميز، يعني نسوية من أجل واحد تحرر ديال البشرية، ما تحرر ديال الكوكب، تحرر لنا نحن، وإعادة حتى نظر في دواتنا كيف يعني كيفاش كنظموا الفضاء العام الفضاء الخاص. إذن هاد العلاقات الهيمنة اليوم هي اللي خاصها توضع لغوميزون كوز ديال المنظومة الاجتماعية ككل. ثم كيف يمكن أن نذهب نحو مجتمعات بدون عنف، لأن هناك عنف فعلا، عنف راه كان أصلوا ليه، كاين في القوانين، كاين في المدارس، كاين في التربية اللي كتنتجنا نحن، كنعتبروه راه واقع عادي وراه واقع طبيعي، لأن هناك تهرب نظام رأسمالي. ملي كنقولوا يجب أن تؤدي الرأسمالية ثمن ما تقام به النساء، يجب أن تؤدي، ليس لأنه نريد أن نسلع حتى بمنطق الرأسمالي، ولكن هناك عمل أساس مادي يجعل النساء مكبلات مقيدات، يجعل منها رحيم للإنجاب للرأسمالية ماشي للإنسانية، ماشي للحرية. أنا بغيت نولد حيت بغيت نولد خصنا نولدو، وكاين تحكم في هذيك الولادة، وكاين تحكم في السياسة الإنجابية، وكاين تحكم في أجساد النساء باش يولي هذاك الجسد مصدر لإضمان تجدد ديال القوة العاملة ديال الأجيال وتربية الأطفال. قلت أن الأسرة كاين أنماط أخرى في التربية، مثلا حتى ملي كنتربوا على الأسرة كنلقى واحد الأسرة عندها شروط زوينة وكتربي تيقول لك هذاك الشيء مخلط، وأسرة أخرى تضطهد تسحق. علاش؟ لأن ما عندهاش الشروط الاجتماعية وفقط. إذا ملي كنربي بوحدي راه ما بوحدي نقدر نربي ولاد ويكونوا مزيانين، سي بون مزيان راه عندهم كلشي باش ما ينحرفوش، ما هذوك الأشياء القيمية اللي كيوضع المجتمع يعطيها لآخرين ويحرم منها آخرين ليس مستقبلا، عوض أننا نفكر في أنماط أخرى جماعية تعددية متنوعة للتربية، وكيفية أننا ماشي بعيدا عن الأنماط والأسرة الأبوية ديال هذا ولدي ولد الآخر ما سوقيش فيه. دونك هاد 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 راه هناك هاد التجليات كاينين ديال أنه أنا كنربي ولدي وبنتي وصافي، يعني كائنات أنانية، أسر مبنية على الأنانية على الفردانية، كل واحد يحارب على تمسك
الصوت بامتيازاته الخاصة، وبالتالي تفريقنا إلى هكذا كائنات أنانية فردية تنسى بأن التضامن هو الأصل والعيش الجماعي المشترك هو الأصل وتقاسم الثروة بشكل جماعي هو الأصل، يعني كيحولنا أننا نعود ندمجوا في البنيان اللي بغانا المجتمع الرأسمالي والمجتمع ديال أو أنظمة أخرى ديال الاستعباد والأقهر حتى أنها سابقة لأن نظام الرأسمالي كاين بوحدو نظام قهر، كاين العبودية، كاين بزاف ديال الأشكال ديال القهر اللي كان ممكن هذا النظام الرأسمالي يعيد إنتاجها ويبقيها ويدعمها لكي يصل لنا أيضا وقائم على السيطرة. هذا بالنسبة للسؤال ديال أتاك كيف يمكن تشتغل؟ سيدي فاطمة الزهراء حاولي فقط أنك تختصري حيتاش الوقت ضيق وبقي عندنا أسئلة. لا لا مش غير اختصري. نقدر نحبس باش نعطيو مروة حق الكلام أيضا، بمعنى مش مشكل نعطيو المروة حق الكلام وإلا شاط الوقت نعاود نكلم الآخر. أنا فينا أفضل أن تعطى الكلام المروة مدام أنا تفاعلت مع المروة لأن وجدته أهم، دوك نعطيو الحق المروة. أنا في نظري كنقدر أنا تعطي الكلمة المروة وإلا شاط الوقت نقدر نمر على السؤال الآخر. داكوغ، شكرا فاطمة الزهراء. غادي نعطيو الكلمة المروة، ولكن قبل ذلك غادي سأعتذر من يعني كاين أسئلة كثيرة ما غنقدروش نجاوبو عليها نظرا لضيق الوقت. كاين سؤال كذلك موجه لمروة، لماذا يشكل الحديث عن النسوية السوداء طابوها يتم تهميشه في نقاشات الجمعيات الحقوقية والمناضلة بالقياس إلى حجم المعاناة التي تواجه هذه الفئة؟ شكرا مروة، تقدري تفضلي. سؤال كبير ونحاول نجمع هاد النقط كلهم. عرفت عندي جوج دقائق ولكن غادي نرجع ديك جوج دقائق، يمكن ثلاثة دقائق واخا. التقاطع بين الاضطهادات يعني باين، الا كان ما كانش عندك اللغه، الا ما كانش عندك خدمه، الا ما كانش عندك حتى الاوراق، لانها بعد الخطرات يمكن تكون مثلا ما مسموح لكش بانك تكون في البلاد، معني تم انك ما عندكش الحق في الولوج للخدمات، بالاضافه الى العرق. الا كنتي يعني بشرتك سوداء واخا تكون مهاجر او لاجئ، اللاجئ السوري ماشي هو اللاجئ السوداني، يعني حتى في المعامله ديال المجتمع معاه او الترحيب كيختلف. انك يمكن لك تلقى راسك بعد الخطرات كتحاول تلقى دار غتكريها باش تستقبل عائله لاجئه جات، غيكون من جميع الفئات، يمكن بعد الخطرات من المجتمع المدني المسلم لقيت صعوبات كبر من المجتمعات المدني نقولوا الغربي او لا يعني الناطق بواحد الديانات الثانيه، غادي يقول لك احنا بغينا نجيبوا عائله سوريه، غير غادي تبدل الوضعيه وغتقول له هذا البرنامج اللي انا خدامه عليه ماشي غير العائله السوريه، راه كاين واحد العائله السودانيه غتوصل، غادي تقلب يعني الصورة. وهذاك الشخص اللي كان مرحب وكان يعني كيهضر على التضامن غادي يقول لك لا سمح لي ما بقاتش داك الدار كتكرا. انا بالنسبه لي هاد التقاطع ديال يمكن نقولوا التقاطع ديال الاضطهاد، ولكن كنفكر من الجهه الثانيه التقاطع ديال النضالات، معنيتها بانه انت يومني ما كتكونش، لان حتى شي وحده منا هنا في هذه الندوه البشره ديالها سوداء ما يقد يعرف شنو هو الاحساس ديال يعني انه الابواب تشد في وجهك بسبب لون البشره ديالك. معنيتها بانني انا ما لقيتش نهضر نيابه عن هذاك الشخص او لهذيك المراه، ولكن الدور ديالي هو بانني نفتح الابواب، هو بانه مثلا الى هذاك الشخص وقف الدعم او لو وقف التواصل لانه كان شخص بشرته سوداء، انا غادي ندير عليه واحد تشطيب بانني هنتايا واخا تكون متضامن معايا انا كمهاجر او لا مع اللاجئين، الا كنتي كتوقف التضامن ديالك ملي كنوصلوا للون البشره ما يمكنليش نسمح لك بانك تكون في المجال، لان الدور ديالنا انا بالنسبه لي وهذه فين الكلمه اللي ديال فاطمه الزهراء ديال باننا نكونوا قياديات، معنيتها بانني خصني نتاكد بانه المجال او الفضاء اللي كنسيروا خصو يكون فضاء امن للجميع، ومن التحت
الفوق. وهذه الفكره ديال الولوج هي بان الا ما قدناش كنا نولجوا الفضاء حتى شي واحد ما غادي يدخل. يعني هذه الفكره ديال الاضراب هي الشات داون. يعني الا ما غنقدوش كنا نهضروا، الا ما قدوش كنا نكريو، الا ما قدناش كنا نعيشوا مزيان او لا نعيشوا بطريقه كريمه ما غنعيشوش. وديك الساعه نشوفوا المشكله، يعني ديك الساعه غادي نشوفوا فين غيكون المساومه. لان كنظن بان في ذاك الوقت الناس كيبداو يرجعوا ويعتذروا ويقولوا بان كاين سوء تفاهم، بالمعنى انه الا سولتوني على انا بالنسبه لي شنو كيفاش ممكن لي نرفع من يعني من الصوت، او لا بانني نوصل عن مثلا تنظيم العيالات كانوا يعني سو يعني ذوي البشر السوداء او لا عاده يعني كاللاجئات، انا ما غاديش نقد نهضر نيابه عنهم، غادي نقول بان انا كنسول شنو ممكن ندير باش نعاونك، شنو ممكن ندير انا بالاليات اللي عندي وبالتحكم اللي عندي في يعني في الاماكن او السلطه اللي عندي، غادي نقد نفتح لك الباب، غنقد يمكن شي نهار شي واحد يعرض عليا ونقول له انا ما غاديش نهضر، كنفضل بانه نعطي بلاصتي لشي واحد اخر. فالصوت ما يمكنلوش يتبدل، ما يمكنليش انا نهضر نيابه عن شي واحد اخر. وعلاش عندنا مشكله باننا نسمعوا اصوات ديال النسويه السوداء؟ انا بالنسبه لي في المغرب اولا اللغه بزاف ديال الـ يعني التفكير او على النسويه السوداء تكتب في الاول بالانجليزيه، وكنظن يلاه مؤخرا ولات ترجمات بالعربيه او حتى مثلا بالفرنسيه اللي كتعترف بالعمق ديال الفكر. ومن الجهه الثانيه متبعين فرنسا بزاف، وفرنسا عندها واحد الكره يعني النسويه السوداء اللي كبر من العالم يعني الناطق بالانجليزيه. في التعامل ديالي يعني الحقيقي هنايا في بريطانيا، النسويه السوداء هي اساسيه يعني للتنظيم. كتلقاي بانها تقاطع ما بين مثلا حقوق المراه، حقوق المهاجرين، او لا يعني بدائل المجتمع كتكون مبنيه عليها، ولكن دائما كاين الفعل وكاين يعني الحديث على هالمواضيع. لان في الاخر غادي تلقى بانه شحال الناس في السجن، شحال الناس بيطاليين، او شحال الناس في الزنقه، او لا مثلا كيتعطوا المخدرات، وك كنتيجه لتعاطيهم المخدرات كيتم تهميشهم او لا تعنيفهم. غتلقى بانه معظمهم جايين من واحد القصه ديال الاستعباد اللي طويله، وغتجي من يعني الوقت اللي المغرب براسه كان كيشارك في ذاك يعني التجاره في البشر وفي اجساد الناس. كمغربيه انا بالنسبه لي ما كنقدش نهضر نحل فمي الا انا براسي فكرت في التاريخ ديالنا حنايا، والا جاي سهل نجي نهضر على اودري لورد، ونجي نهضر على مايا انجلو، ونجي نهضر على يعني جميع النسويات السوداء. ولكن انا براسي كنمشي للمغرب كنلقى بانه يعني اي واحد بغى يكري وماشي مغربي وكحل ما غاديش يقد يكري بسهوله، غتلقاه ما غاديش يقد ياخذ ترانه ولا كار من غير ما ينوض شي واحد جالس حداه في الزنقه في يعني جالس حداه في التران. ف 3 دقائق مشات ولات 10 دقائق. خلاصه القول هي انه يمكن لي نحاول بانني نعطيكم واحد النظريه على علاش ما كاينش او علاش ما كيتسمعش، او لا يمكن لي نقول خصنا نسالوا راسنا على حنايا في حياتنا الشخصيه فينا هما داك الانيات اللي كنقدوا نتواصلوا مع الناس ونوصلوا لهم فكره بان نغيروا لهم الفكره ديالهم اللي خصنا حنا ديك الساعه نهضروا، ونخليو ديك الساعه المجال الناس المعنيين بالامر انهم هم يعبروا على راسهم. شكرا لك مروه، وشكرا كل المتدخلين. الوغ في كل ما جاء الى حاولنا اننا نعطي واحد الفكره على كل شيء، هذا الشيء اللي جاء في التدخلات ديال لا ديال خديجه وفاطمه الزهراء هذه او لا مروه، غادي نلقاو النقطه اللي كتجمعهم على انه الاضطهاد
او لا ديال النظام ديال النظامي الابوي او الراسمالي، سواء مهما كانت الشكل ديال هذه الازمه ديال النظام، سواء في السياق ديال الهجره، سواء في السياق ديال الاستعمار، سواء في اي سياق، يعني كيكون الاولى ديال الضحايا ديال هذه الازمات اللي كيفرزها النظام الراسمالي هن النساء بطبيعه الحال. ومادام كنهضروا على انهن هما اكثر او لا الارقام الكبرى، لا في الجوع لا في البطاله لا في الاضطهاد لا يعني السياسي او لا الاستعمار لا في اي حاجه، مادام كنهضروا على انهم هما الارقام الكبيره، كنهضروا كذلك على تواجدهم في مقدمات كاع هاد النضالات ومتوغلات متغلغلات في كاع هاد الحركات وفي هاد الاشكال ديال الاحتجاج في اي منطقه في اي مجال وضمن اي ملف. كذلك النقطه اللي اتفقوا عليها المناضلات هي الضروره ديال التوحيد ديال هاد النضالات، والضروره ديال التعريف بها الوغ. باش ما نطولش بزاف غادي نعاود نجدد الشكر ديالي لجميع المتابعين والمتابعات وكذلك جميع المتدخلات، وشكر خاص لهديل من فلسطين ومروة من لندن تلبيتهم الدعوة ديال الجمعية ديالنا. وبهذا غادي تكون يعني الندوة قد شرفت على الانتهاء، وشكرا لكم.